زهير، أول شيء مساء الخير. بيان الجيش صدر من بعد توقيفك، وكتير صار في حكي أنه أنت ممكن تكون على علاقة بأعمال إرهابية وغيره، ليش من الأساس جرى توقيفك؟ مساء الخير. أول شيء مساء الخير لأليك وللمشاهدين. أول شيء صراحة هي الموضوع في لغط، أكيد في بعض الإشاعات طلعت عني وأنا أكيد بريء منها، وبدي أحب أوضح شغلة كتير مهمة، أنه أكيد 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 ما في إنسان عاقل بيرضى بقتل الناس الأبرياء والمدنيين. أكيد أكيد نحن ما منوافق ولا حنوافق، وحمد الله أنا ما بنتمي لحدا ولا بدي أنتمي لحدا. أنا إنسان لاعب فوتبول وما عندي أي توجه غير أن إنسان ملتزم والحمد لله رب العالمين. بس الجيش اللبناني يعني أوقفك مائي، ليش وقفك الجيش اللبناني يعني وتأخذك إلى التحقيق؟ شو قالوا لك السبب لتوقيفك؟ في خبرية توصل للجيش اللبناني وحقهم يتبينوا من أي شيء كدولة وهيك، فالحمد لله يعني جرى التحقيق معي وتبين كل شيء، وأتمنى منكم بالأخص التلفزيون الجديد تحسين الصورة، لأنه حسب ما أنا فهمت يعني وسمعت يعني أنه يعني نحكى بطريقة ما مزبوطة وغير لائقة، فالحمد لله الناس كلها بتعرفني وما في أي مشكل، وأتمنى منكم يعني تحسين الصورة، لأنه إذا بدك صار في يعني شوي الموضوع صار في أوفر يعني بالنسبة لي، والحمد لله يعني بيعرف عني كل شيء الدولة. وفي شغلة كتير مهمة بدي أقولها، أوردوا لي أنه كان الجيش ملاحقني من فترة شهر أو هيك، فأنا كمان بدي أذكر شغلة أنه حضرتكم نقلتوا ماتشنا آخر مباراة النهار الأحد صح، وكان ماتش منقول على التلفزيون، أنا كنت مع الفريق وإلى آخره وهيك، فأكيد أكيد أكيد الجيش ما ملاحقيني، أكيد الجيش لو بدهم إياني أنا كنت بروح على إجرائي، لأنه الحمد لله ما عندي أي مشكل. بدي وجه تحية لنادي الرسينج، إدارة نادي الرسينج، الإدارة على رأسهم الأب الروحي للفريق اللي هو أستاذ الياس فرح، كمان أستاذ جورج فرح، كمان أستاذ جورج حنا، والكابتن سعيد بندلي، وكل الهيئة الإدارية، وأكيد لجمهور الرسينج من كل قلبي، وبقول لهم أنا كتير 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 إدارة الرسينج أنا بعتز فيكم وبفتخر فيكم، لأنه ساعدتوني ووقفتوا حدي، وبكل الأوقات إن شاء الله واقفين حدي أنتم. زهير، يعني كمان في حديث صار انه انت على علاقة بالشيخ سراج الدين زريقات او بالموقوف ايضا نعيم عباس، انك انت على اتصال معهم، هاي في كتير من هيدا الحديث. ابدا 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 ما في شيء من هالموضوع ابدا. كل اللي صار انه المذكور انا كنت درسه كمبيوتر لا اكثر ولا اقل بالازهر بدار الفتوى، هيدي كل الخبرية غير هيك. تدرس مين سراج الدين زريقات صح، فهيدي كل الخبرية، فأنا بينت للدولة إلى آخره وهيك، وهن حقهم يعرفوا التفاصيل إلى آخره. بس يعني بيان الجيش أول ما صدر نحكى عن إنه يعني بيان الجيش طلع ونحكى فيه إنه ممكن تكون على علاقة بشيء من هيدا العمليات. الحمد لله ما على علاقة بحدا أنا ولا بدي يكون على علاقة بحدا، قلت لك أنا وبكرر لا، أنا شخصيا ضد قتل الأبرياء والمدنيين أيا يكونوا أيا يكونوا، ما تربينا هيك وما تعودنا هيك ولن نكون هيك إن شاء الله ماشي. زهير عفوا، نعيم عباس هل بتعرفه؟ أبدا 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 أبدا، أنا صديني 99% من الأخبار تأتيني يعني لايف نيوز على يعني أنا منزل أبليكيشن بدون ما نذكر أي تلفزيون، وبتجيني نيوز غير هيك ما عندي شيء أبدا ابدا ابدا ابدا، ما في فضاول هالشغله. بالنسبه لسراج الدين الزريقات، هيدا من اي سنه يعني كنا عم نحكي كنت انت تعلمه؟ ما هيدا من لا يقل عن 5 سنين او 6 سنين، وانقطعت بعد العلاقه. اكيد معه. اكيد اكيد الحمد لله الدوله معك خبر كل شيء، الحمد لله الدوله معك خبر كل شيء. شكرا كثير لك وحمد لله على سلامتك.